السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نصوب لكم اون موس دو كافي. هاد لاموس دو كافي يمكن لكم تستعملوها بحال كتصاوبوا بها كابوتشينو، وكتصاوبوا بها يمكن لكم تقبطوها وديروها في بوشا دوي بوغ ديكوري لي غاتو. و اون ميم طون اللي مزيان فيها بقى حتى في الكونجيلاتور وما تتقصحش، حتى تبقى هكداك اون موس. فين ما الا جاكم شي حد على غفله ولا هذا بغيتو ديروا له كابوتشينو، كتصاوبوا الكافي وكتجبدوا معلقه منها، معلقه صغيره من هذيك لابواط، انا غادي نديرها في قرعه، وكديروها في الفوق وكتخلي تحركوا وكيجي فريمون ان كابوتشينو. حاجه اللي فيها ما يمكنش نديروها بالسكر غو، كتدار غير بهذا السكر بلون. دونك قد سكر قد نسكافي كلهم عبرتهم هنا قد الماء، والماء خاصو يكون مكلاسي يكون بارد. انا عاد غادي نصور نخرجو من الثلاجه، ندير نفس العبار. فوالا ها هو، دونك ثلاثة ديال الأشياء، سكر نفس القياس، نسكافي نفس القياس، والماء نفس القياس، والماء يكون مكلاسي. هاد لاغوسيت ما يمكن لهاش تصوب لي سكريت أو بأن إيدولكورون، لأن السكر هو اللي تيطلعها. دونك غادي نبداو بإذن الله، غادي ندير نسكافي وغندير السكر وغادي ندير الماء بارد كلاسي وغادي نبدا نضربها. اللي ما عندوش بحال هذا الطراب هذا يقدر يضربها بالباتور الكتريك، واللي ما عندوش الباتور يقدر يضربها باليد، ولكن تتاخذ وقت كثير، تتاخذ وقت كثير باش تطلع لانها فيها بزاف. نبداو باذن الله، بسم الله، غادي نخلطهم وعاد غادي نجهد. هي تخلطات دابا، شفتوا اللون ديالها كيفاش قهوي. دابا غادي نزيد شويه تقريبا دقيقه ولا دقيقه ونصف هذيك لاموين اللي دازت دابا، وهذه اللي جايه غادي نجهدها في الماكسيموم ونخليها تطور حتى تتعقد مزيان مزيان مزيان. البنات شفتوها كيفاش ولات، غيكاردي ها كتقطع حتى هي تتبقى في بلاصتها الحفره. غادي نزيد نطربها، واخا هكاك غادي نزيد نطربها شويه. شوفوها كيفاش ولات، نحيت بالظل. فوالا فويي كومونسي، ها نتوما ها، وخفيفه سكي بيان سي كو فو بوفي ديكوري اوسي لي غاتو افيك. مي حيت ملي كتكون في الثلج الكونجيلاتور يمكن لكم تجبدوها، كتبقى ديما اون موس وكدير
c'est-à-dire كتولي un peu plus ferme باش يمكن لكم ديروها في لا بوش ادوي وديكوريو بها فو غاتو وما فيها لا ني بور ني ريان دو تو c'est-à-dire elle n'est pas grasse. Voilà البنات, voilà notre café. ها هي لا موس. Je peux aussi la renverser, elle ne se renverse pas, comme la yaourt. Donc, j'ai préparé ici un café et j'ai préparé un lait chaud. Donc, je vais prendre une cuillère pour la mettre à la surface, parce que comme elle est petite, pour la mettre à la surface du café, vous touillez. Vous touillez. Et ça fait un cappuccino. On peut mettre quelques petites poudres de chocolat à la surface. Vous savez tous que toutes les grandes enseignes et tous les grands restaurants, quand ils vous servent un café, ils vous mettent toujours un carré de chocolat noir avec. Et donc là, on a mis du chocolat noir à la surface. Là, je vais mettre... Je ne vais pas utiliser cette cuillère, j'en utilise une autre. Parce qu'elle a dit que fait un. Voilà. Donc, même dans le lait chaud, ça va aller. Je vais attendre que ça. Que la chaleur le défasse de la cuillère. Je vais attendre un peu. En attendant, je vais mettre ça dans un bocal. Dans un bocal, n'importe lequel. Je crois qu'il m'en faudra plus qu'un. Ou Hadi, ça se trouve le congélateur, il me plaît de pas. La consommation d'alcool. Je chauffe chez un autre pot parce qu'il faut marcher de coha. Bon, je vais le goût d'elle, il est extraordinaire. Croyez-moi, les filles et les enfants, نديرها في انوتر بول لان هذا عمر خصني ندكو باش نسدو ونديرو في واحد اخر. فوالا نوتر كابوتشينو كافي اي سا سي دون لو لي. فوالا كرويي موا الي مانيفيك. اي واحد جا عندكم على غفله كتجبدوا كتصوبوا قهوه وكتجبدوها من الباتور وكتصوبوها اي فو سيرفي ان كابوتشينو تري فيت. دونك كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه حتى هي وان شاء الله جو مي ريبيت او ريسك دو مي ريبيتي. بارطاجي مي فيديو افيك فو كوبان اي فو زامي اي فوت فامي بور كو جو بيس افوار بلوس دابوني سيل فو بلي. Allez, Omsia Saïda lil Jamia.